نصبح على حضراتكم مرة تانية ونروح نبدأ حلقتنا النهاردة وأولى أخبارنا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل امبارح اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. وجه سيادته بالتركيز على امتلاك القدرة وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الأساسية، لأنه ده بيدعم عملية التنمية الشاملة اللي تشهدها الدولة، وكمان بيساعد على ترشيد الاستيراد. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب خالد فوزي مدير إدارة المساحة بالقوات المسلحة، واللواء شريف مازق مساعد رئيس الهيئة الهندسية للبحوث والتطوير، واللواء تامر مختار مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات الجوية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع إبداع للرخام. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الأساسية، لما لذلك من مردود مباشر على معدلات التنفيذ ودعم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، فضلا عن ترشيد الاستيراد، وذلك بمشاركة مجتمع رجال الأعمال في قطاعات التنمية المختلفة. وقد اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على سير العمل في عدد من المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة الأكاديمية العسكرية بمقر القيادة الاستراتيجية، والتصميمات الداخلية والأعمال الفنية لمسجد نصر وما يضمه من قاعات، لا سيما دار القرآن الكريم، بالإضافة إلى اطلاع سيادته على الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية. كما اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إنشاء محور دار السلام على نهر النيل بمحافظة سوهاج بطول 28 كيلومتر، فضلا عن مستجدات سلسلة المشروعات التي تهدف لتحقيق الاستغلال الأمثل وتطوير الأراضي الفضاء على جانبي الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضا على جهود تطوير المطارات في محافظة جنوب سيناء، خاصة مطارات شرم الشيخ والطور وسانت كاترين إلى جانب مطار الغردقة، فضلا عن تطوير المداخل والطرق والمحاور بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية للمدينة بكافة جوانبها ومكوناتها، استعدادا لاستضافتها لقمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ COP27 في شهر نوفمبر المقبل. كما تم كذلك استعراض الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور داخل محيط مجمع استاد القاهرة وربطه بالمحاور الرئيسية في نطاقه الجغرافي. الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة التقى الفريق موهوزي موسيفيني قائد القوات البرية الأوغندي. لقاء تناول بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بمجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. الكلية الحربية تشارك مؤسسة ابني للفئات الخاصة وأطفال التوحد في تنظيم ماراثون رياضي تحت عنوان اجري من أجل أطفال التوحد، وده استمرارا لجهود القوات المسلحة ودورها الوطني ومسؤوليتها الاجتماعية في دعم مؤسسات المجتمع المدني وخاصة مؤسسات الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة. استمرارا لجهود القوات المسلحة ودورها الوطني ومسؤوليتها الاجتماعية في دعم مؤسسات المجتمع المدني وخاصة مؤسسات الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، شاركت الكلية الحربية مؤسسة ابني للفئات الخاصة وأطفال التوحد في تنظيم ماراثون رياضي تحت عنوان اجري من أجل أطفال التوحد. شارك في الماراثون الرياضي مدير الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الحربية وعدد كبير من المواطنين وعدد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي نهاية الماراثون نقل اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمؤسسة ابني للفئات الخاصة لإتاحة الفرصة لزيارة المؤسسة للكلية الحربية مصنع الرجال وعرين الأبطال. مؤكدا أن تنفيذ ماراثون اجري من أجل أطفال التوحد يأتي في إطار الروابط القوية بين القوات المسلحة وكافة فئات الشعب لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم إلى مستقبل مشرق لهم ولأسرهم. امبارح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب افتتح فعاليات المعرض الفني لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، واللي هيستمر لحد يوم 26 مارس بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر، وده ضمن احتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم. كمان امبارح إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة نظمت ندوة تثقيفية لعدد من طلاب كليات الإعلام بالجامعات المصرية المختلفة، والندوة تناولت جهود الإعلام العسكري في توضيح دور القوات المسلحة تجاه الأعمال الحربية والإرهابية، وكمان استعراض مهام إدارة الشؤون المعنوية المختلفة اللي بتنفذها وفقا لأحدث النظم التكنولوجية المتطورة. دلوقتي هنشوف مع حضراتكم بعض من أهم الأخبار اللي حصلت امبارح، واللي منها تأكيد الحكومة على تخصيص 14 مليار جنيه سنويا من تكافل وكرامة للمرأة، وكمان ضبط 550 مخالفة تلاعب في أسعار السلع واحتكار المنتجات، بالإضافة إلى نفي الحكومة إجراء أي تعديلات على جدول امتحانات رابعة ابتدائي. في أخبار كتيرة حصلت امبارح، من أهمها تأكيد وزيرة التضامن الاجتماعي إن الموازنة المخصصة لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة ارتفعت من 3.7 مليار جنيه عام 2014 ل 19 مليار جنيه عام 2021، ونصيب السيدات منها 14 مليار جنيه، ده غير إنه بيتم دعم السيدات ذات الإعاقة بحوالي 2 مليار جنيه سنوياً، وكمان دعم السيدات المعيلات ب 2 مليار جنيه سنوياً. امبارح أعلن جهاز حماية المستهلك عن تكثيف الرقابة على الأسواق وشن حملات رقابية على 2921 منشأة تجارية لبيع المواد الغذائية وإلزامها بالإعلان عن السعر الشامل للسلع المعروضة، وخلال الحملات دي تم تحرير 550 مخالفة خاصة بعرض منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأيضاً احتكار السلع والتلاعب في الأسعار. كمان من أخبار امبارح نفي الحكومة للشائعات اللي انتشرت حول إجراء تعديلات على جدول امتحانات رابعة ابتدائي. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التعليم اللي قالت إن الكلام ده مش حقيقي ومفيش أي تعديلات على جدول امتحانات سنة رابعة ابتدائي، والامتحانات هتتم في موعدها.